أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت
إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا إن الشيطان كان للرحمن قال
فإن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهم
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا 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 إنه كان مخلصا كان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور ليمن أخاه هارون
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا العهد وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس
عليا ورفعناه مكانا عليا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديقا ورفعناه مكانا عليا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا Oh.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ولا يظلمون شيئا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعدا
وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا عبادنا من كان تقيا صدق الله العظيم. هكذا استمعنا إلى آيات البينات التي تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد بسوني عوض القارئ لإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة من الهندسة الصوتية إدارة محلات باشمهندس حمادة الشبوكشي المقيم بشبيش هندسة الكهربية إدارة محلات الحاج فتحي سطور وأولاده إدارة البشمهندس فتحي سطور والبشمهندس كريم فتحي سطور المقيمين بشبيش مخازن الفراشة الكبرى والخدمة الممتازة إدارة محلات الحاج عبودة السمكري وأولاده المقيمين بشبيش